اهلا وسهلا مره اخرى. السلام عليكم، كراكم دارين؟ لاباس بخير الاخوه الاخوات. خلينا الفيديو المره اللي فاتت في مانهاتن بريدج، الخرجه اللي خرجنا فيها هو الشارع نتاع فلات بوش. هذا الفيديو غادي نزيدو لقدام ونوريكم مزيان داون تاون بروكلين، فيها بعد المسرح وفيها واحد المتحف وواحد البارك مهم غادي تكتشفوا بعينيكم. ما تنساوش تبارطاجيو او تشاركوا هذا الفيديو مع الناس باش يوصلهم، وديروا الاشتراك في القناه ديالنا ودقوا على ذاك الجرس باش يوصلكم الجديد. نخليكم بعد هذا الانترو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا مره اخرى في قناه جاتن ايديا. الفيديو هذا باغي نوريكم داون تاون بروكلين. بقاو معنا حتى الاخر، غادي تستمتعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. مناظر زينه من بينها الميوزيم ومناظر اخرى في الطريق ان شاء الله. هذه هي البلاصه اللي قلت لكم هنايا فين نزلنا بمنهاتن بريدج، هذه فلات بوش. هنا كتسمى داون تاون، هذا اللي بيلدين كاملين عاد جداد تبناو. هذه فلات بوش، نزيدو هنايا القدام. هنا كاين واحد يونيفرسيتي، وهاد الجهة هذاك اوتيل جديد، كلشي هادو جديد. هادوك لي ستاتو داروهم نتاع الكورت ديستريك، يعني نتاع المحاكم، جاستيس، العدالة كيمثلو. مترو تك هنا فين كنتكم قاعدين، واحد اليونيفرسيتي سميتها كيوني تاع نيويورك. نزيدو لقدام، الاشجار ديما محافظين عليهم، هما محافظين على الخضورة. مناظر جد جميلة. ومرة اخرى هذه بنايات كلها جديدة عليها، ولاو كي ينقوها كيقولوا هذا نيو بروكلين، يعني نيو بروكلين يعني بروكلين الجديدة. غادي نزيد لتحت، راهم داروا لهم حتى هما واحد السطاد كبير، داروا لهم ابل ستور. نزيدو القدام، هذا المول جديد، هذا تارجت. كاين تارجت، كاين بزاف. هذا المول جديد وباقي عاد كيبنيو فيه. الناس كتخدم. هنا هاد اليونيفرسيتي واحدة أخرى، لونغ ايلاند يونيفرسيتي، كنت غادي نسجل فيها. ما عندهمش لا عندهم كمبيوتر ساينس، ولكن دايرين معها ليكونومي. ماشي هذاك اللي هي هتلاقي كل شي فاتك قطع الطرق. شوفوا هذاك قديم، هذا جونيور، هذا هو الاوريجينال، كان غير في هاد البلاصة. فتحوه داروه في تايم سكوير وداروه اليوم تمديد. بابيس، بابايس معروفين بهم هنايا البروكلين، كياكلوها بزاف. داكشي تشحال بحال ماكدونالد، ولكن ماشي فاست فود يعني، ماشي شي حاجة. هادوك التوبيسات كيخدمو داكشي. شو هنايا خويا، هادي ايكول متسميين على السمية ديالي. خليل، خليل جبران خليل، ها هيك. هاد الشاعر العربي كان عايش هنايا في ميريكان في الويست فيلج. قدامو شو اقدم تشيرش في لافايت جاي. هنا كاين واحد المسرح اخر غادي نديكم ليه، بام هذا مسرح ومعروف حتى هو. نزيدو لقدام باش نوريكم. بعض الاحيان كيكتبوا في هوا هذه الدانس سانتر، كيتعلموا الدانس وكيديروا فيها الشوز، يعني كيديروا فيها. ها هو هذا هو المسرح تاع اوبرا، قديم بزاف، في 1800 وشي حاجه. نشوفوا ها هيك 1859.
قديم عنده تاريخ في هاد البلاصة هادا. بحال هادو ما يقدروش يهدموهم ويبنوا حاجة أخرى في بلاصة. كاين الناس اللي بروتكتيف هاد المونيمنتس. نزيدكم شوية قدام نفس الجهة هادي مسرح نفس الجهة. هذه هي البناية اللي بناوها وداروا تحتها سوبر مارشي اللي هو معروف نتاع الهاي كلاس سميتو هول فود. ومع جنبو في الكورنا ها هو كليه اللي تحت هذيك هاو هول فود. وتزيد معها لتحت في الكورنا ابل ستور هذاك الشيء نتاع الايفون. هذا البناية هذه راها قديمة بزاف وكانت أطول وحدة في بروكلين واللي كانت بنك كانت تسمى ويليامسبرغ سيفين بنك. ونقول في 1927 تبنت في 1929 تفتحت بابليك وعباقي اليوم ردوها سكن يعني ريسيدون يعني يسكنوها الناس ولكن باقي محافظين عليها وعندها واحد سيرتو بالبعيد بالبعيد كتبقى تبان لك عندها واحد المنظر زين والفوق في الطاور كاع عندها واحد الساعة. طبيعة الحال هذا لونغ ايلاند ريل رود هنايا كيتلاقاو الترانات اللي بغى يجي هنا كيتسميتو اتلانتيك تيرمينال كيحطك في اتلانتيك افنيو كيحطك في السونتر. ها هو كله غادي نقربوا لهذاك ستاد يلعبوا فيه الباسكيت يلعبوا فيه كيديروا فيه حتى الحفلات. غادي نقربوا له نصور قدام اللي بغى يجي هذه الجهه كتنزل في هذه البلاصه سميتها اتلانتيك تيرمينال. شو الديزاين ولا الارتيتكت اللي داروا له هنايا الفوق دايرين بحال داك الشيء الغازون باركلي سنتر. وهذا واحد المغني الناس كيبغيو بلادهم هذا مغني ساهم بشي 40 مليون باش بناه ورجع له فلوس. طبيعة الحال واخا كل هاد البلاصة ردها كانت منسية هاد البلاصة ردها يعني عالم جديد كي تبنى هذا تبقاو تبناو معاه مشاريع اخرين جداد. انا فوش سميتو جاستين ولا جي سي يمكن. هادو هما الترانات زوج ثلاثة الربعة الخمسة هنا يعني بغيت نديكم هنايا للميوزيم ولكن غادي نوريكم هادي بوتانيك تدخلوا لها من هيه. وهذا الميوزيم هنا كاين واحد البوتانيك جاردن كيف فيها كاع جميع الانواع تاع الزهور تاع النباتات زينه. وقدامها كاين هذا الميوزيم تاع بروكلين ميوزيم غادي ندخلوا له غادي نوريكم من الداخل. قلنا عندي واحد التيكيتا عطاوها لي كادو في الحقيقه عطاوها لي كادو غادي ندخل نشوف من بعد غادي ندير لكم واحد الفيديو كي دير تدخلوا للميوزيم وتخلصوا ثمن قليل. لكن هنا راك تشوفوا الناس كتسنى باش تدخل كيدير واحد هذا الشيء بيع وش هذا لي سيفونير تقدر تشري منه هادو كتشري عليهم المتحف الداخل. لكن هادو كيبيعوا شي سوي الحاج زعما ها هو هنا دخلنا له لاف رولز. اليوم دايرين واحد الشاو نتاع واحد فنانة كبيرة معروفة عندهم شوفوا هاد الشي كي دايرين له معروفة عندهم. وهذا آخر نهاري وآخر ساعة للدخول باش يشوفوا اللوحات ديالها. هذه غير الدخله نتاع الميوزيم غادي ندخلوا لداخل ونوريكم.
ابقوا معنا ابقوا معنا. شو هذيك الصورة كي دايرة زينة يا صاحبي؟ في الحقيقة انا ما عنديش مع الله غادي ندخل للميوزيوم غادي غير شط النط كيما يقول. ما بغيش نجلس بزاف. كاين شي ناس كيجلسوا قدام الحاجة كيبقاو يقراو فيها وكذا وهادي. هي في الحقيقة الا خلاوك تصور كتصور الحاجة ديك لي ديتال ديالها كتصورهم وتقراهم. هذه هي فريدة، هذه اللي معروفة فريدة كالو كاهلو. كيدير لي فيديو هذاك الشيء عندها قديم وعندها شي شي لباسات هادو شت. في اي مجال عندها حاجة، في الرسم في لي فوتوغراف خاصة في ال في هاد الشيء الهاي هتعاود هنا. في الحقيقة صورت غير في الساعة في الساعة باش نوريكم. شوفوا هذه مفاجأة، هذه الله محمد أبو بكر عمر يعني والصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم. يا هذه هي الخرجة، أنا طلعت شوية لفوق كان المتحف كان شوية لفوقو واحد بحال بالكون كيما نقولو الأولى كتبقى تطلع على التحت. يو 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 مكتوبة بالأصفر بروكلين ميوزيم. بالطبع هنا فين قدرت نوصل لكم، غادي نوريكم لتحت شوية نهودو. يعني في الحقيقة بروكلين تا هو فيه مناظر زوينين اللي التوريس ما يوصلهمش بزاف. سيلفي هذه هي البوتانيك جاردن يدخلوها هنايا. شدوها لهي بالعذر كيفاش الحال. شي نهار ان شاء الله ندخلوا لها، فيها كاع الانواع نتاع الزهور نتاع النباتات. هنا عاود هذه اقدم كتابه في هذه الجهه، هذه اللي الباب ديال هذه نقربوا لها هذاك الشيء اللي فيها. سامبولايز رموز ولا رسوم ولا بلا ما ندخلوا لها لداخل، يعني لداخل تكون اللي بغى يقرا شي كتاب. هذه دير بحال هذاك الشيء نتاع ارك دي تريونغل اللي في باري، ولكن هذه كبيرة وعندها واحد التاريخ قديم تا هي. مع العلم ان باري راه قديمة قدم من امريكا. الجهة قطعوا لها الطريق، هذاك بروسبكت بارك كبير هذا بروسبكت بارك، وفيه واحد الزو يعني واحد حديقة الحيوانات غير على الاطفال. قطعوا لها الطريق يعني هاد الجهة. وهنايا كيديروا واحد المرة يعني واش في السبت ولا كيديروا مرة في السيمانة ولا جوج كيبيعوا دوك الخضرة اورغانيك كيجيبوها يبيعوها هنا بحال شي سويقة صغيرة. يعني البيو مناظر زوينين. ايوا ضروري نوري الاحباب والاصدقاء باش حتى نتوما تشوفوا تتمتعوا، وما تنساوش حتى نتوما تشاركوا لنا هذا لي فيديو مع الناس باش حتى هما يوصلهم، وتكثر شويه المشاركه يكثر شويه نتشجعوا حتى حنا. بالله هذا التعب هذا ما يمشيش غير هكذاك، يعني راه كاين الناس اللي راهم يتفرجوا حتى حنا. كي كنا في المغرب كنا نبغيو نشوفوا بحال هاد المناظر، ولكن هنا نيويورك يجري عليا يجري عليك ما كانش الوقت. ولكن علشانكم نخصص وقت مرة ندير لكم حاجة الخاصة. قربوا لها، هذه فكرة زينة. هذه الماء كيتيري على هذوك لي ستاتو ولا التماثيل، لأن
كي عندهم الحمام بزاف كيجي الحمام وكيوسخهم يوليو مودحين. دروكي يعني داروا هاد الشرشره بعض التماثيل كيغلفوهم بواحد الشبكه وديروهم شي شوك باش الحمام ما يجيش ما يوسخش عليهم. هادي داروا لها هاد الماء هذا عطات منظر وفي نفس الوقت كتخلي الفيم تاع ديما نقي. روعه روعه. تجلس هنا في شي كرسي ودير لها كاس قهوه تريح وتتامل وتعيش اللحظه. هذا رئيس قديم جون اف كينيدي يمكن، وجون اف كينيدي اللي قتلوه قصة ديالو تعرفوها جميعا. داروا له هنايا التمثال هادي رومبوا كبيرة هادي اللي راني في وسطها هنا واللي في وسط هذاك التمثال اللي وريتو داك الارك او القوس. الرومبو كيتلقى فيها ايستن باركواي وكيتلقى فيها فلات بوش وكيتلقى فيها يونيون ستريت وكيتلقى فيها واشنطن ستريت. الا شديت فلات بوش غير نيشان يديك حتى للبحر. اخواني اخواتي مره اخرى بقاو معنا باش تعرفوا على الفيديو القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم، لقطات من الفيديو القادم. وما تنساوش المشاركه والاشتراك والبارطاج وكونوا معنا وما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه.